اشتغلنا وخرجنا خرجنا اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد مع تمثيلية للقطاع الخاص سي جي ام تمثيلية المجتمع المدني طبيعة الحال مؤسسات العموم المؤسسات الدستورية والإدارات العمومية حتى هي مثلا اشتغلنا باش نتقدموا في هذه المسألة ديال مكافحة الفساد اللي هو واحد المرض خطير ولكن معقد هيكلي المقاومة ديالو ما كتمش مرة واحدة غير في قوم النعاس من ديال الزافير قضينا على الفساد وإلا في كثير من الدول المتقدمة نفسها وكل مرة تخرج ملفات فساد كثيرة ولكن هي مقاومة مستمرة خص تكون نتعاونوا عليها جميعا الجميع يجب أن نتعاون ولذلك أنا منذ البداية حييت واحد المبادرة اللي كانت درتها وزارة العدل في طرح الحكومة السابقة وجات وكملت عليها النيابة العامة وهي وهو الرقم الأخضر. الرقم الأخضر كيعني أن أي إنسان شاف بأن هناك تجاوز القانون، استعمال الفساد، تعرض ليه هو ولا تعرض ليه واحد آخر، يمكن ليه يمشي لهذاك الرقم الأخضر ويخبر ويعلم باش النيابة العامة تفتح تحقيق في الموضوع وبسبب هذا الرقم الأخضر تقريبا تفتح تحقيق في عشرات القضايا وتعتقلوا فيها مسؤولين وتحكموا فيها مسؤولين دوزوا مسؤولين للسجن بسبب هذا الرقم الأخضر فلذلك كان أهيب بجميع المهنيين والمواطنات والمواطنين عموما يستقبلوا يستعملوا يستخدموا هذا الرقم الأخضر 47 لا 47 راه عندنا ديال وزارة العدل دابا أصبح رقم آخر ديال النيابة العامة وأيضا اشتغلنا على مستويات عدة في مجال مكافحة الفساد فيها قانون ديال الحصول على المعلومات للآن نحن بصدد وضع البنيات لتطبيقه على الأرض درنا عدد من الإجراءات التي أدت إلى أن المغرب الحمد لله لمدة سنتين متتاليتين 2017 2018 استطاع باش يتقدم في الترتيب ديالو في مكافحة الفساد كنا في الرتبة 90 ورينا اليوم 2018 في الرتبة 73 ونتمنى إن شاء الله يتقدموا دليل على أنه كانت هناك إجراءات كانت هناك أعمال وكانت نتيجة ديال هذه الأعمال اللي أنا كنشوفها في المؤشرات الدولية اللي هي واضحة وأنا ديما كنقول للإخوان ديال المعارضة في البرلمان وكون هذاك مؤشر مكافحة الفساد رجعنا فيه مرتبة واحدة كل نوضوا علينا 16 فاش تقدمنا 17 حتى واحد ما هضر بحال ما كاين والو فهمتيني هو كما ان الواحد كيضغوط عليه الى ما دارش مزيان خصك تصفق ليه الى دار مزيان ولا لا ياك السي سعد باش يكون الانصاف هادشي دابا شهاده دوليه على ان الحمد لله حققنا واحد الشيء صحيح انه باقي الفساد موجود باقي المقاومه خصها تستمر باقي خصنا نتقدموا باقي خصنا نتعاونوا باش نزيدوا لقدام صحيح ولكن تاني راه درنا واحد شويه